هذا الزامل من كلمة الشاعر محمد جابر درمان الفرجة مهدا إلى الشيخ ناجي بن ناجي الفرجة أبو وجدان. يا سلام على فدا خلق صدى تتلي في روس كل الطوال من لس شاعر حروف مجدة اكتب القفان عذب الجزال اكتب القفان عذب الجزال. يا سلام على فدخل قصيدة تعتلي في روس كل الطوال يا سلام على فدخل قصيدة تعتلي في روس كل الطوال من لس شاعر حروف مجدة يكتب القفان عذب الجزال في الرجال الوافية والحميدة مثل ناجد يشل الثقال. مع تحيات أبو يحيى الحليف. وفي ذا المقال والتحية تصل